نرحب بحضراتكم. والنهارده زي ما احنا عارفين عندنا مباراه مهمه جدا، الاهلي والجونه في الدوري، وما عندناش بديل. خلاص هنقول الكلام ده كتير، بس ما فيش بديل غير الفوز يعني. ولسه الاهلي دايما بيلعب لاخر دقيقه، وفي روح عزيمه واصرار، وزي ما بيقولوا برضه روح الفانيلا الحمراء وشخصيه البطل، كل ده موجود وكل ده عندنا، وعندنا ايمان وعندنا تمنيات، وكل ده برضه هيفضل معانا لاخر لحظه يعني موجوده ومتاحه ان احنا نقول الدوري لسه مع مين. خلينا على كل حال نرحب بس بالاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، لان اكيد عايزين نتكلم معاه في نقاط عديده جدا اهمها الدوري. صباح الخير يا فندم على حضرتك، اهلا بيك. متشرفين بوجودك يا فندم، فرصه سعيده. اهلا بحضرتك، واسمح لنا يعني قبل ما بنتكلم مع حضرتك في مباراه الجونه والمتبقي الامطار الاخيره المتبقيه على نهايه هذه النسخه من الدوري العام، رؤيتك ورايك في الدوري الموسم ده في النسخه الاخيره، وخصوصا ان هو اكيد مختلف كتير عن اللي سبقه. اكيد طبعا موسم مختلف جدا، انا بعتبره موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي، لانه يعني بيلعب بطولات كل يوم، كل يوم بيلعب بطولات، يعني الدوري في قريب بعيد دي يعني نقطه يعني جانبيه قوي. طبعا الدوري بيمثل للنادي الاهلي قيمه كبيره وجماهيره، انما طبعا مع كم البطولات اللي حققها الاهلي في الموسم ده، انه بيخوض على طول في حاله استنفار ببطوله بعد بطوله بعد بطوله، دي حاله يعني استثنائيه جدا. وانا بعتبره النهارده، انا كاتب مقال النهارده ان الاهلي بطل برضه، حتى لو ما كانش، لو النقط ما كانتش في رصيده تدي الدرع. ودي مقال سابق اتكلمت فيه على ان الموسم ده الاهلي بيدفع ثمن انجازاته وبطولاته. بالظبط، ده مقال اخر ان الاهلي بيدفع الثمن، لان طبعا بطل دوري، مونديال انديه، بطل كاس، بطل سوبر، بطل كاتين التاسعه والعاشره، يعني ايه يعني في من اغسطس لاغسطس يعني خمس بطولات، يعني لود جامد قوي على اي فرقه في العالم. يعني النهارده الدوريات الاوروبيه بتستأنف لموسمها الجديد، واحنا في الدوري المصري لسه ما خلصش الدوري بتاعنا. فيعني النهارده الاهلي يجي من دار بيضاء بلقب درع بلقب اللقب العاشر لبطوله افريقيا، وغيره قاعد مستريح وقاعد في اسكندريه ولا في على الساحل الشمالي، مبسوط جدا، بيعمل ريلاكسيشن لنفسه تاني وتجديد حيويه. فالاهلي مضغوط حقيقي فوق الوصف في هذا الموسم. يعني انا عايز اقول جماهير الاهلي ان الاهلي بطل للدوري برضه، حتى لو يعني اللقب راح لمنافس، فالاهلي برضه بطل الدوري. معنويا لازم يكون في هذا التقدير للاعبين وللجهاز الفني ولاداره النادي، اداره النادي لا بتتاخر. لا ما الكلام ده يعني بجد انا ما اعتقدش يا استاذ سامي ان في حد بيشكك فيه. انت بتتكلم على 42 مره، يعني احنا نتكلم بس على الدوري، يعني مجموع عدد مرة. بجد والله لو حسبتها حضرتك مجموع عدد الانديه المنافسه كلها على بعض لما خدت الدوري احنا الضعف. بالزبط. يعني الاهلي لوحده ضعف عدد بالزبط. كل النوادي الاخرى بمجموعها يعني. احنا في حته الحمد لله تانية، وزي ما احنا بنقول احنا ما بنقبلش غير برقم واحد، ما فيش بطوله مهمشه وما فيش بطوله عندنا اهم من التانية، كل البطولات عندنا مهمه، فدي في ثقافه اعتقد كل الجمهور ما عندناش شك فيها يعني. دي اكيد. لكن يعني لما حضرتك يبقى في عوامل خارجيه بتشكل للاسف يعني مشكله كبيره جدا عندك في فكره ان انت تفوز، مش بس فكره ان انت غير موفق او ادائك وحش، لا في عوامل خارجيه هي اللي بتسحب منك، ده اللي بيزعل بقى. انا بس عارف عند كلمه الاداء الوحش. طب اتفضل. انا مش شايف ان الاداء الاهلي وحش، انا شايف ان الاداء الاهلي مضغوط. ايوه ما انا بقول كده. انا بقول يعني كده بالظبط، يعني لازم الجماهير تقدر هذه النقطه بشكل مهم جدا، ان الاهلي مضغوط. هي العوامل بقى الخارجيه اللي تشمل الضغط، مفيش عداله في اداره في توزيع الجدول. صحيح، يعني عشان كده الاهلي يعني بيلعب في كانوا بيلعب في المريخ، يعني حاجه تانية خالص. هو لو كريم قلنا الموضوع ده امبارح كنا بنتناقش بنقول دولنا بنتحدى، يعني ناس ارجوك دولنا اسم نادي في العالم مش في مصر حصل فيه اللي حصل في النادي الاهلي، عدد المباريات والضغط اللي حصل مع النادي الاهلي مش هتلاقي، مفيش يعني موجود. يعني عشان كده انا بقول يعني الاهلي بيدفع الثمن، ولازم يبقى الجماهير مقتنعه بهذا الكلام. طبعا انت لمست نقطه مهمه جدا، ان في عوامل خارجيه اخرى.
انا شايف زي العوامل وعامل يعني انا مش من عادتي اتكلم في تحكيم، ولكن ما حدث في مباراه الانتاج الحربي والهدف الملغي يعني بالمنطق والعقل والحساب ولا منطق برضه هتلاقيها مش ماشيه، مفيش واحد رجله على الخط ورجل الثانيه برضه على الخط، مش ممكن يعني. وهو في حاله طيران يعني منطقيا يعني اذا كان الكاميرات مش جايباها بحكم الزوايا وال لا وحياتك يا فندم جايبها من كل حته وبطبيعه الحال ان هي يعني والا يعني ضد عوامل الجاذبيه يعني ما ينفعش يكون القدمين على نفس المستوى نفس هو في حاله طيران يعني في حاله مش واقف على رجل. بس هل العوامل الخارجيه اللي هو انت بتتكلم حضرتك عنها اللي هي بطبيعه الحال بين قوسين كده شامله الاخطاء التحكيميه وخلافه، هل ده اللي خلى حضرتك تختار العنوان ده بصفه خاصه، فكره ان الاهلي بيدفع ثمن انجازاته وبطولاته؟ وبعدين ده الشق الثاني من سؤالي لحضرتك، هو المفروض لما يكون عندك نادي بطل والنادي البطل ده مش بيلعب لامجاده هو الشخصيه، ده بيلعب باسم البلد في كتير جدا من المحافل المختلفه، هو احنا المفروض ندفعه ثمن بطولته وانجازاته ولا المفروض ندعمه؟ لا المفروض ندعمه جدا، يعني ابسط حاجه استاذ كريم ان الجدول يكون عادل مثلا، ابسط حاجه كل 72 ساعه يعني مش كل 72 ساعه والاخرين يعني قاعدين في الساحل يعني مفيش عدل، يعني انا جايب بلدي بطوله واثنين وبرفع شانها كرويا وبنافس مثلا ريال مدريد هذا النادي العريق العالمي في اعلى رصيد من البطولات القاريه، مش معقوله يبقى الثمن ان انا يعني طق 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 على بعضه يعني من الضرب للنار، يعني لازم يكون في عداله والعداله تكون يعني مبكرا، يعني مش لازم اجي في اخر ثلث الاخير من الموسم واسحب الجدول بمباريات، يعني يكون لازم في تقدير. نفترض ان مثلا اربع انديه بيبقى فيه اثنين كونفدراليه واثنين دوري ابطال تاهلوا النهائي، نفترض هذا ونتمناه، الجدول هيخلص امتى ان شاء الله؟ ده سؤال بحطه قدام اتحاد الكوره لجنته المؤقته والمجلس الاداره الجايه، امتى يخلص؟ يعني اذا كنا احنا مش عارفين بس فرقه واحده كملت للاخر يعني انضغطت بهذه الصوره، لازم يكون في يعني وعي اكثر، في احترافيه اكثر في اداره المسابقه والجدول الدوري عشان نقدر يعني ندي المنتخب حتى يكون في عائد على المنتخب ايجابي، يكون في عائد، يبقى في تنافسيه في المسابقه نفسها. لحد دلوقتي يعني مفيش عدل خالص، انا شايف مفيش عدل ومفيش احترافيه كمان، عشان كده انا بقول ان الاهلي هو بطل رغم لو حتى لو خسر اللقب هو بطل فعلا، لازم نقدر هذا المعنى، وكمان يعني هي بطوله يعني كان بطل استثنائي يعني يعني بغض النظر عن التحكيم والعوامل الاخرى زي ما انت حضرتك اشرت، لا يعني تقدير والاحترام والتقدير للاهلي والجهاز الفني واللاعبين موجود، يعني ان شاء الله يعني هنشوف، نتمنى احنا نشوف الموسم الجاي افضل مع وضع في الاعتبار ان في اربع فرق هتشتغل في افريقيا، لازم نعمل حسابها من دلوقتي ما بقاش في جاب كبير، ناس بتريح وناس مضغوطه، حرام يعني. بتفق مع حضرتك جدا. نروح بقى للنهارده والماتش والجونه، ولو هنتكلم عن الجونه مع حضرتك استاذ سامي برضو، يعني الجونه معروف عنها لو احنا حللنا الاداء شويه في الفتره اللي فاتت، الجونه ما مش من الفرق اللي بتهاجم من الشوط حتى الاول، مش هقول الدقايق الاولى، يعني هي بتنتظر دايما للشوط الثاني، ولو اتكلمنا في عدد اهداف تقريبا 33 هدف، 10 كانوا شوط اول والباقي شوط ثاني، فهي التركيز اكتر على الشوط الثاني. برضو من وجهه نظر حضرتك سير المباراه النهارده هيبقى ماشي ازاي؟ هاي الرؤيه هتختلف؟ هل الوضع ممكن كمان الاهلي يكون عامل يعني تاكتيك معين برضو بحيث ان خلاص احنا عايزين الفوز، عايزين النقاط بتاعتنا، وزي ما بيقول كده السلام عليكم يعني. بالظبط، يعني الاهلي دلوقتي يعني مطالب قدام جماهيره انه يكون على قدر المسؤوليه، وهو على قدر المسؤوليه دائما، يعني الفوز ده مساله محسومه يعني من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره. ليه؟ لا انا مش عارف الماتشين الجايين هيكون فيهم ايه يعني، فربما يحصل شيء حسابيا
غير متوقع. انا من كاتب حتى كاتب النهارده ان يعني يا اما امر محسوم يا اما مؤجل يا اما مفاجاه. فيعني حتى لو حصلت المفاجاه فلازم نقول فوز النهارده وفوز كويس كمان. يعني فوز كويس. بس هو طبعا جونا من الفرق اللي بتقدم كره حلوه. واهم حاجه طبعا هو هناك الملعب الجونة مليان طيارات هواء فدي مزعجه جدا. فانا اتوقع ان موسيماني يعني هيلعب مع الهواء شويه. يعني الشوط الاولاني لو هو جه الهواء معاه لازم يخلص الماتش. لازم يخلص الماتش ده توقعي الشخصي. اذا الهواء ضده ومع الجونة لازم يعمل تماسك شويه عشان ما يستهلكش طاقه لاعبيه في الشوط الثاني. وانما الحسم لازم يكون يعني قدر الامكان لازم يكون مبكره. والجونه يعني لازم هو راخر كمان بيسعى ان هو يعمل نتيجه مع الاهلي. يعني ده شيء بطوله خاصه له. الكل بيسعى امام الاهلي. الوضع حاجه غريبه تانية. جدا يعني كل النهارده كل الانديه في الفرق بتلعب مع الاهلي بطوله خاصه من اجل الفوز او حتى نقطه التعادل بيعتبروها مكسب كبير. وده يعني اللي حظناه في الكام ماتش الاخير بعد بطوله افريقيا بالذات. وده اللي عطل الاهلي شويه. تعادلنا مع بطل افريقيا دي حاجه لوحدها مشرفه. حضرتك كنت بتقول من شويه واستخدمت تعبير غيرنا لما بتقولي ان النادي الاهلي مضغوط وبيلعب كل 72 ساعه مباراه وغيرنا قاعد في الساحل او قاعد مستريح وكده. في بعض اصوات من الناس اللي هم غيرنا دول ابتدت من اول ما يعني الصوره كانت بتوحي كده وان ان 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 الكاس ان سوري ان الدوري هيكون عند الفريق المنافس لان هم الاقرب. من اول ما وصلنا للمرحله دي ابتدت اصوات كثيره تتعالى وتقول ما معناه ان الدوري هو الاهم. بطوله افريقيا ايه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ الدوري هو الاهم. فتقول ايه للناس دي يا فندم؟ طب ما نرجع للي اتقال في الاول ونشوف بطوله الدوري ده كم مره عند الاهلي بكل تاريخ. ما هو الست سنين اللي فاتت ما كانش مهم الظاهر الدوري ابتدى يبقى مهم السنين. لا الاهلي الدوري مهم جدا عند الاهلي وعند جماهيره طبعا طبعا. وهم يعني عاشقه لهذه البطوله وهي اللي بتفتح المجال دوري ابطال افريقيا طبعا. ودوري ابطال افريقيا اللي هياخدك ان شاء الله للمونديال ان شاء الله. فبالتالي يعني الاخرين دول يعني بيحلموا حقهم يحلموا. كله بيحلم يعني حقهم يحلموا ان هو يكون بطل بعد يعني سنين طويله من الحرمان. وده يعني بالتالي انا مش شايف ان الاهلي يعني لو لم يقدر الله انه يكون بطل بالدوري هذا الموسم وهو بطل برضه. وانا عشان كده بقول دوري هذا الموسم بعنوانه اهو الدوري ابو بطلين. ابو بطلين. تفاصيل بقى ايه المقال ده برضه يا استاذ ثاني؟ تفاصيل هذا المقال ان يعني لا يستطيع احد ان ينكر جهد الاهلي خلال هذا الموسم. النادي الاهلي لعب بطوله الدوري. هنتكلم عن الدوري. لعب بطوله الدوري بشيء مش منطقي خالص. يعني وصل له ان هو له 7 مؤجلات في وقت من الاوقات. طبعا دي بتسحب منه احساس بتسحب من اللعيبه الاحساس بالبطوله لانهم مركزين في حاجات ثانيه. مركزين في افريقيا، مركزين في مونديال الانديه، مركزين في السوبر الافريقي. والحمد لله يعني 10 على 10 في كل هذه البطولات. وبالتالي يعني الجهد اللي بيبذلوه يعني فوق الاحتمال من الجميع. فيعني ان هو فهو بطل ايضا وان هو ما زال حتى الساعه بينافس على اللقب درع الدوري فهو بطل. لذلك فهو بطل. يعني اخرين كثيرين مش واحد بس. يعني كان عندهم الدنيا سلسه جدا ولذيذه جدا وما قدروش نفسه يخش دايره المنافسه اللي هي يعني واحد واثنين ما قدروش يخش الدايره دي. فالاهلي مع كل مشغولياته كل ضغوطاته يعني يا اما واحد يا اما اثنين يا اما واحد. لما يعني لعب في الاول بعد العوده من افريقيا بحماسه شويه ركب الجدول فعلا وكان نمره واحد. فيعني لكن طبعا شيء منطقي جدا لما توصل للتوب لازم تنزل شويه طبيعي. تعالى بقى ندخل مع حضرتك في اجواء مباراه النهارده ما بين الاهلي وجونه. وخير استهلال ان احنا نروح للايف فيو ده من الجونه وكواليس الفريق قبل مواجهه فريق الجونه ان شاء الله. وزميلنا العزيز
فاروق صلاح. فاروق صباح الفل عليك، وتفضل احنا سامعينك، عايزينك تعرفنا بقى ايه الاجواء والوضع عموما عامل ازاي، واللعيبه بيتكلموا مع بعض ازاي وبيقولوا ايه، والحاله المزاجيه والنفسيه العامه، واحنا بنتكلم على دوري استثنائي واحنا دلوقتي في الامطار الاخيره المتبقيه يعني على نهايته. فاروق صباح الفل، اتفضل سامعين. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواند، وطبعا كل التحيه للكاتبنا الصحفي الكبير كابتن استاذ سامي عبد الفتاح، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. هنا الجونه ومقر اقامه فريق النادي الاهلي، اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الجونه في الجوله 33، الجوله قبل الاخيره للدوري المصري. طبعا كريم انت عارف خلاص يعني المرحله الاخيره، لعيبه النادي الاهلي لسه لحد دلوقتي بتتمسك بالامل، ودايما اتعودنا في النادي الاهلي احنا بنلعب لاخر دقيقه، بنلعب مع ان صفيره حكم اللقاء، لسه في لعيبه النادي الاهلي بتتمسك بالامل، في التفاؤل عند لعيبه النادي الاهلي، اكيد يعني بيبان بعض الزعل من اللاعبين يعني الفرصه بتبقى ضعيفه شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي دايما المواقف الصعبه هي اللي بتصنع شخصيه النادي الاهلي، وهي اللي بتصنع بطولات النادي الاهلي. ياما لعيبه النادي الاهلي مرت عليها الكثير من المواقف الصعبه، لكن دائما وابدا من المواقف الصعبه دي بتبقى هي بطولات النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. نتكلم على استعدادات فريق النادي الاهلي لهذا اللقاء. مستر بيتسو موسيماني كان بالامس عقد محاضره فنيه مع اللاعبين للوقوف على كل كبيره وصغيره طبعا، وشرح اسلوب لعب فريق الجونه والطريقه اللي هيواجه بيها فريق الجونه، وذكر اللاعبين بمباراه الدور الاول اللي كانت انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق بعد مباراه سيطر فيها النادي الاهلي، وكانت واحده من المباريات اللي المستر بيتسو موسيماني ضرب بيها المثل للاعبين ان احنا اهدرنا فيها نقاط كانت من الممكن ان هي يعني تبقى في صالح النادي الاهلي في مشوار الدوري، حذر اللاعبين من تهاون مع الخصم، حذر اللاعبين ايضا من عدم يعني استغلال، لازم نستغل كل فرصه، ضروره استغلال انصاف الفرص، بعد ما اجيب هدف واثنين ادور ضروره ان انا اجيب هدف وثالث ورابع. اتكلم مع اللاعبين طبعا بقى على ايجابيات وسلبيات فريق الجونه، شرح بعض محاضرات يعني بعض لقطات الفيديو لفريق الجونه واسلوب لعب الكابتن رضا شحاته طبعا اللي بيعتمد على تكثيف اللاعبين في منتصف الملعب، بيلعب بطريقه 4-3-3. عقب المحاضره الفنيه والانتهاء التدريب مستر بيتسو موسيماني اعلن عن قائمه بتضم 21 لاعب لهذا اللقاء، مكونه من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، سعد سمير ورامي ربيعه وايمن اشرف وياسر ابراهيم، محمد هاني ومحمود وحيد وعلي معلول واكرم توفيق واحمد رمضان بيكم، خط الوسط عمرو السوليه واليو ديانج وكريم نيدفيد واحمد نبيل كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، محمد مجدي قفشه وحسين الشحات، وفي خط الهجوم مروان محسن، صلاح، محسن محمد، شريف العائد من جديد، وولتر بواليا. شدد مستر بيتسو موسيماني ايضا على اللاعبين ضروره الجديه، ضروره ان احنا نلعب لاخر دقيقه، ضروره ان احنا نتمسك بالامل. طبعا في غيابات بيعاني منها فريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، طبعا غياب طاهر محمد طاهر للحصول على الانذار الثالث، ايضا بدر بنون بيغيب يعني بعض شعوره بالام في الاسنان، ويعني فضل الجهاز الطبي ان هو يريحه في هذا اللقاء، ايضا حمدي فتحي اللي بيغيب ايضا لشد في العضله الخلفية، مع استمرار غياب لوليد سليمان جونيور أجاي طبعا للرؤية الفنية المستر بيتسو موسيماني ومحمد محمود ومحمود متولي. الاتحاد المصري كان أعلن عن طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقيادة أمين الحكم اللقاء أمين عمر، بيعانوا في هذا اللقاء أحمد حسام وهشام الدسوقي، الحكم الرابع محمد فاروق، اثنين على تقنية الفار محمود البنا ومحمود ابو رجال. من المقرر طبعا النادي الاهلي هيكون النهارده ظهوره بالرداء الاحمر والزي الاحمر، بينما فريق الجونه هيكون بالرداء الابيض. لعيبه النادي الاهلي كواليس يومهم النهارده، اللاعبون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 3، المحاضره الفنيه المستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 5:30، التحرك الى ملعب المباراه اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني من 15 دقيقه ل 10 دقائق ل 15 دقيقه، هو التحرك هيكون الساعة 7:10. دي كل التفاصيل كل الكواليس، أنا موجود معاك يا كريم، موجود معاك يا نهواند لو في أي استفسار أو أي تساؤل. طيب فاروق طبعا بصبح عليك، أنا بس عايزة أطمن منك على نقاط سريعة جدا، إحنا الشق الفني يعني طمنا منك عليه، ولكن الشق النفسي والاستعداد ده حاجة، الحاجة التانية طمنا برضو على الأجواء عندك في الجونة، يعني الجو أخباره إيه؟ هل إحنا كنا بنتكلم مع أستاذ سامي دلوقتي، هل برضو هيشهد يعني نوع من في ريح الخفيفة تؤثر على اللعب أو الأداء؟ خلينا برضو نطمن على النقاط دي منك.
يعني اقدر اقول لك انا هواند بالنسبه لي يعني خلينا نتكلم على شقين، شق اللي هو الملعب ودرجه الحراره وايضا الحاله النفسيه والحاله المزاجيه، وخليني طبعا اقتبس كلمه يعني الكلمه المعتاده طبعا لكريم، الحاله المزاجيه للاعب النادي الاهلي. هنتكلم مبدئيا على درجه الحراره، درجه الحراره حاليا بتتراوح ما بين 34 ل 36 درجه مئويه، من المقرر ان درجه الحراره توقيت المباراه تكون 32 درجه مئويه، لكن ملعب الجونه ملعب من اللي يعني بتميز بيبقى فيه تيارات هواء كتير، يعني على مدار ال 90 دقيقه بيبقى فيه تيارات هواء بصوره مستمره، ودي من النقاط اللي مستر بيتسو موسيماني حاول ان هو يتكلم فيها مع اللاعبين ويحذر اللاعبين ايضا، يعني بقى ليها بعض التركات كده من مستر بيتسو موسيماني في الكرات الثابته وارتداد لاعبي النادي الاهلي. نسبه الرطوبه بتبقى عاليه شويه هنا في الجونه، لكن ان شاء الله يعني على توقيت المباراه تبقى الجو افضل ويكون الجو ملائم ان شاء الله ان الفريقين يقدموا لنا مباراه كبيره، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يحققوا الفوز. بالنسبه للحاله المزاجيه والحاله النفسيه للعيبه النادي الاهلي، نقدر نقول يا نهواند عشان نكون برضو نكون بننقل الصوره بكل مصداقيه، اكيد في زعل من اللاعبين، اكيد يعني فريق النادي الاهلي انت عارف طموحات النادي الاهلي، احنا دايما بنبص لبكره وبكره بتاعنا بيبقى بطوله ورا بطوله. النادي الاهلي طبعا عارف طموحات جماهيره وعارف طموحات كل من ينتمي للنادي الاهلي، انت اي بطوله بتدخلها انت مطالب فيها بالمركز الاول، ما عندناش حاجه اسمها المركز الثاني، ممكن المركز الثاني يكون لبعض الفرق هو انجاز، لكن بالنسبه للنادي الاهلي احنا دايما المركز الاول. النادي الاهلي اللي واخد بطوله افريقيا، واخد كاس مصر، واخد السوبر الافريقي، وحامل لقب الدوري ابطال افريقيا العامين متتاليين، وحامل لقب الدوري المصري ثالث العالم. على كم هذه البطولات اللي خدها لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش حاله الاشباع ولا حاله الرضا ان انا ممكن افقد درع الدوري، لعيبه لسه عندها تصميم، عندها اراده، قالت هنعمل اللي علينا، بناخد بالاسباب، نعمل اللي علينا في ارض الملعب ونلعب لاخر دقيقه، ويتبقى توفيق المولى عز وجل. ده اللي لعيبه النادي الاهلي يعني بنشوفه من انطباع لعيبه النادي الاهلي، لعيبه خلاص بتركز. عندنا ايضا الفتره القادمه فتره مهمه جدا، عندنا سوبر كاس مصر، عندنا السوبر الافريقي، السوبر المصري، بدايه موسم جديد، بدايه مشوار مع دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله تكون كلها بطولات في يعني في دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله. انا وانت انا بشكرك جدا، والشق النفسي او المزاجي يعني ليه يعني عايزين نعمل عليه ستريس، علشان احنا عايزين نقول لهم برضو نوصل رسائل يعني يا فاروق ان احنا معاهم، جمهور الاهلي معاهم، يعني انا مش عايزه وكلنا اكيد لا نطمح ان دلوقتي يبقى في اي مجال للتشكيك، يعني احنا كلنا في ظهر الفريق، لازم هم يكونوا عارفين ده واعتقد هم واثقين من ده، فاحنا عايزين بس التركيز يكون في الفوز لا اكثر لا اقل، لكن اي ضغوطات اي زعل زي ما انت يعني نقلت لنا الصوره نتمنى ان ده ما يبقاش موجود، احنا واثقين فيهم وهم بيعملوا اللي عليهم والباقي بقى ده بتاع ربنا والتوفيق. فتحياتنا ليهم جميعا للفريق والجهاز الفني، وان شاء الله تبقى مباراه قويه وباذن الله الفوز يكون اهلاوي. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز المتالق حقيقي فاروق صلاح. في الفتره الاخيره بقينا بنلعب الاخطاء التحكيميه وبنلعب الفار، والنهارده هنلعب طيارات الهواء اللي في الجنوب. خلينا نطلع فاصل لالتقاط الانفاس ونرجع نكمل. بالظبط كده، فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه لعرش الصحف الاهلي. اتفضل. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية، وده آخر فاصل بقى خلاص في الحلقة النهاردة. معانا منورنا الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، كنا بنتكلم معاه في جوانب كتيرة جدا، وأخيرها كنا بنتكلم مع حضرتك ومع زميلنا فاروق صلاح مع استعدادات يعني الفريق، ومعلش ممكن أقف أكتر يعني نتكلم بشكل أكتر تفصيلا عن الحالة المزاجية، وهو نقل لنا صورة وقال بمنتهى الشفافية، قال أنا مش عايز يعني غير إن أنا أنقل صورة بشكل حقيقي، هو في زعل. فمعلش انا عايزه اقف عند النقطه دي شويه، وراي حضرتك مفروض اصلا اللعيبه تبقى زعلانه، يعني انا بنقل برضو الصوره حيه، واكيد حضرتك عندك الكلمة معلومه. الكلمه دي لمست معايا شخصيا. ما انا كمان بصراحه، فخلينا نعرف رايك. لمست يعني طبعا ست سنوات هؤلاء اللاعبين يعني بتنوع على بطوله الدوري بشكل طبيعي جدا، يعني هم حاسين زينا كلنا زي كل الناس ان ابتعدت قليلا او كثيرا ايا كان. فطبعا هي بطوله غاليه جدا، لكن طبعا هم كانوا حابين ان يكون السفره مليانه بطولات، يعني مفيش حاجه تقع منها، يعني من بطوله افريقيا لبطوله كاس مصر، كل السوبر للمونديال، برونزيه المونديال. كنا بنقترح نعمل مبنى زياده بس عشان العدد والله مش اكتر يعني عشان الميداليات. فطبعا يعني زعلهم من ايه؟
زعله اللي انا متوقعه برضو ان هو يعني ربما بعض الجماهير زعلانه ان هي البطوله الدوري مش قريبه منه. يعني هم زعلانين على زعل الجماهير يعني. اه طبعا. وان هم طبعا يعني بيحسوا بده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. مفيش جماهير في المدرجات دلوقتي. طب هم الجماهير اصلا زعلانين على فكره ضياع الدوري ولا زعلانين على فكره ان الدوري بيضيع نتيجه اخطاء ونتيجه ظلم ونتيجه اوضاع مقلوبه الى اخره؟ ده وده يعني طبعا. يعني ده بيزود المراره ده اللي عايزينه. ده وده يعني طبعا. هم الجماهير ليها يعني بعض الجماهير متحمسه قوي في حبها وعشقها للنادي الاهلي، فبيغيب عنها الصوره التفصيليه يعني التفاصيل الصغيره ان دي في ضغوط في بجانب اخطاء التحكيم بجانب الجدول الظالم، انا بقول عليه ظالم، في يعني الحاجات دي كلها يعني فاهم اللعيبه دي مكن يعني بعض الناس يعني. طبعا هي ليها طاقه وفيها فيزيكال وفيها ناحيه نفسيه وكل الحاجات دي مهمه جدا يعني. انا حاسبهم لما ليه هم وصلوا بطولة افريقيا يعني بهذا الانجاز، لازم يكون في توقع ان في هبوط طبيعي يعني في هبوط نسبي بيحصل، وبالتالي يعني الجماهير لما بتزعل بيوصل لعيبه ان برضه الجماهير زعلانه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المقابلات الشخصيه يعني. فطبعا كل الكلام ده يعني عند اللعيبه موجود، بس ماذا يفعلون؟ يعني هي دي جهد مبذول طول الموسم فوق طاقة البشر يعني. ما فيش زي ما قلنا في البداية ان ما فيش نادي شاف اللي احنا شاف النادي الاهلي السنة دي، فبالتالي يعني يكون يعني انا عايز ان الجماهير تقدر شوية ان اللعيبة زي ما هم حزنانين برضو اللعيبة عندها حزن وكلمة نفسها تفرحهم بسيطه جدا. في بطولات وفي رصيد وفي احنا فرحانين بيهم وفرحانين بكل حاجه بالزبط. ما مش عايزينهم يزعلوا لا يعني في رصيد يشرف ربنا يوفقهم يعني ويقدموا افضل ما عندهم، هو ده اللي احنا عايزينه، لكن احنا سعداء وفخورين باي نتيجه واهم حاجه يعني دي حاجه لازم تبقى مهمه معانا النهارده والماتش الجاي ان شاء الله يعني ويبقى حسن الختام يا رب. وما شاء الله يعني قدها ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم جدا بجد، نورتني يا استاذ سامي، مقالات اكثر من رائعه حقيقي بنتابعها لحضرتك، شكرا يا فندم. شكرا ليكي، وطبعا تمنياتنا بكل التوفيق لفريقنا في مباراه النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء، الاهلي وجونا ان شاء الله يكون لقاء يعني مرضي بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. بنشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه، وبكره ان شاء الله حلقه نهايه الاسبوع بالنسبه لنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.